عليكم البنات ومرحبا بكم في قناتكم قناة روندا دي زاد شمس الحياة. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. واحد النصائح واحد الإرشادات توجيهات لكم الأمهات بيصير المبتدئات للأطفال ديالهم، من مجموعة من النصائح أكيد وأيضا إرشادات توجيهات من عند أخصائية نفسانية بسيكولوجية بيان سور، أخصائية في تربية الأطفال واللي هي بيدياتر بيان سور بروفيسيونيل. على هذيك انايا حبيت نقترح عليكم هذا المجموعه من النصائح اللي ان شاء الله راح تستفادوا بزاف منهم. اليوم هذا الفيديو عملت لكم ليكم، واليوم اكيد راح يكون الموضوع على كيف تعاقبي وليدك، الطرق وايضا كثير من الحلول وكثير من يعني حندخلوا نتناقشوا في هذا الموضوع اللي هو موضوع مهم جدا كامل الاولياء حتى انا معكم، اللي هو كيف نعاقب ابننا او بنتنا، كيف تعاقبين طفلك. تابعي الفيديو. سيدتي انستي نشكرك انك قررتي انك تابعي الفيديو وتشاهديه، اكيد في اخر فيديو راح تقولي ما ندمتش اللي تبعت الفيديو لانه راح تستفيدي كثير معنا ان شاء الله. وهذا ماشي انا من راسي راني راح نتكلم، وانما هو من عند الاخصائيه النفسانيه البسيكولوج والبيدياتر في نفس الوقت اللي هي مربيه اطفال، وهي طبيبه جينيرال بيان سور، وخاصه هي مختصه في الاطفال. اوكي دونك كيف تعاقبين طفلك؟ هنا راح نقول لك باللي كيفاش تكون عندك لي ليميت لطفلك او حدود، يعني لازم تعملي حدود للطفل، عنده حد معين انه ما لازمش يديباس سيت ليميت، ما لازمش انه يتجاوز الحدود، انه نعلمو طفلنا انه لا يتجاوز الحدود، هذه داخله في التربيه اكيد. دونك هذه هي اللي نقولوا نقطة البداية، أو لازم تنطلقي من هنا أنه أتعلميه أنه أنت لما تمنعيه أنه ديري له حدود وأنه يحترم هذه الحدود، فهذا يعني أنه احترمك. نعطيكم أكيد من خلال هذه الطبيبة الأخصائية في تربية الأطفال وهذه الطبيبة النفسانية، أكيد راح من خلال ما قرأت ومن خلال ما بحثت، وراح بيان سور نعطيكم نبارطاجي معكم هذا العشر نصائح كيف تعاقبين طفلك بطريقه يعني عادله بكل عدل، انك ما تظلميش وليدك وانه ما تكونيش ظالمه في حق وليدك، وانك تعاقبيه بطريقه عادله جدا، انك تكوني جوست فوالا معاه فوالا، وانه العقوبه تكون عادله 100% وتكوني عندك الحق انك تربيه باش تربيه، انه تكون هذاك هو الاختيار الصح في اختيار اكيد طريقه العقوبه. سيدتي او عزيزتي الوالده، نقول لك باللي ربما الابن نتاعك او الطفل نتاعك او حتى الطفله نتاعك، نقولوا احنا الطفل، فربما هو يستاء اليك، وبهذا يستاء اليك طفلك، وبهذا هو ما يسمعلكش، يعني ما يسمعلكش بتاتا، اهضري ولا اقعدي دونك ولا اكثر من هذا كارثه، يعني انت عندك يعني شعور انه ابنك يتجادل معك، يعني تدخلي معاه في مناقشه حاده، انه انت تهضري ويرجع لك الكلام وانت تتناقشي معاه، يعني ما عندك حتى سبيل للنقاش، يعني هنا تموت الكلمات، يعني انت ما تقدريش تزيدي تهضري ولا تروحي معاه في الهضرات، تولي توري له تحسي روحك بلي والي ولا يوري لك، يعني تحسي بلي بنتك تولي هي انت هي اللي تتعكس، يعني تولي تحسي بلي انت راكي توري لبنتك، تحسي بلي هي تولي توري لك، يعني هي يعني تولي تحسي بلي هي يماك والعكس انت يا بنتها، ولا تولي تحسي بلي وليدك هو باباك لا ماشي انت باباه ولا، المهم هذه هي يعني التجادل، يدخل في مجادله معاك، وهنا وين ماشي سهل يعني صعيب الحال، هنا لازم 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 انه الاب يدخل في البوزيسيون تاع الاب، والام تدخل في الاوت تولي في البوزيسيون تاع الام، وانه الطفله تلقى تولي بلاصتها والطفل يعرف بلاصتو، يعني الطفل يعرف انه مكانته هو ابن طفل، والطفله تعرف انه بلاصتها طفله، الاب يلقى بمكانته والام تستعيد مكانتها فوالا. دونك وما تقدريش يعني تتعاملي مع هذا الطفل او الطفله اللي هو اكيد ابنك، راكي وصلتي او بو دو رولو، يعني وصلتي يعني للحد الحدود، ما عندكش وين تزيدي، تي ديباسي، يعني خلاص فاتك وليدك ولا فاتتك بنتك، يعني وصلتي للحد، يعني خلاص هنا الفو رياجير، تولي منرفيه كامل، تولي توصلي وين تتنرفي، تبيغدي كامل لي مويان تاعك، تو بيغ لو روبير، هنا نقولوا بلي توصلي
للصفر، تولي المورال تاعك زيرو، تولي انتيا متسنرفي، تولي سو كيمول لو ستريس عندك، تزيدي في في القلق وتزيدي من درجات القلق تولي عاليه وتولي تتنرفي. لازم تتحكمي في اعصابك، سنو تولي سوا تسبي، تولي تتلفظي بكلمات جارحه ومن بعد ربما تندمي عليهم، ربما تقولي له واش داني وليت كندمت كامل اللي جبتك، ولا تولي تقولي له تبي له راسته، ولا حتى لواحد الانسان ولي كما يقول لك الغضب، اعوذ بالله من لحظه الغضب. وكذلك ربما توصلي وين انك تولي اغريسيف وتضربيه، ولا تندمي من بعد اكيد لما ديري له ربما لي بلو، ولا تضربيه وتندمي عليه فوالا، وتقولي راني نربي على خاطر حنا الافريقيين يضربوا ولادهم. يقول لك هذه هي الطريقه الاخيره اللي يعني تلقايها كحل، وتقولي ما كاش طريقه اخرى من غير الضرب. تقولي لما توجع يولي يفهم، يعني ضربوا يعرف من ضربوا. احنا كافريقيا يعني كعرب عندهم هذا لاباز، رايحين بهذا القاعده، ما نكذبوش على روحتنا، لا رياليتي لا فيغيتي. بارفوا تجوز بارفوا تنجح مع بصح غير في افريقيا. في اوروبا مثلا يتعاقب الوالد او الوالده لما تضرب بنتها ولا وليدها، لانه يعني نتكلموا معاهم بالابن او البنت، عندها يعني ابنك عنده عقل فما هوش حيوان، لأن الضرب هو لغة الحيوان، لأن الحيوان لا يتكلم لا يتحدث لا يدخل في نقاش، يعني لا كومونيكاسيون تاع الحيوان هو الضرب، لأنه ما يتكلمش هذيك لغته. فوالا حنا كعباد عندنا عقل، لازم حنا اون كونترول، لازم حنا نعرفوا كيفاش نتحكموا في أعصابنا. وكما يقول لك الله يعطينا العقل وقت الشده، وما يكبر الراس حتى شي براس. لازم هنا تواجهيه وليدك، لازم ولا بنتك، لازم هنايا فاس فاس، وجه للوجه، تخرجي في عينيه وتزيري روحك وتخرجي في عينيك مليح مليح، وتخزري في وليدك ولا بنتك وتقولي لها خزري مليح في عينيا، في المومون تاع عينيا خزري فيها فاس فاس، وكوني يعني فريمون تيا، ما تديباسيش ما تزيكزاكي، لا هك لا هك، تكوني سيريو تتوجهي. ها هنا داخله في التربيه، هنا لازم تزيري روحك سيدتي، وهنايا فريمون ما كاش كامل اللعب. هنايا تقولي لها راني راح يبرد الدم، قولي لها دوك نبرد جني فيك ولا نبرد جني فيك، قولي لها ولا قولي له هنايا راك تنرفي فيا، وصلت واحد الدرجه واحد النقطه نتاع اللي وين يعني تمناسي توصلي. لازم تحذري وليدك ولا بنتك انه وصل للنقطه اللي راح يعني يقلقك بزاف، وقولي له بلي هنايا حتخرج من السيطره، وراني رايحه ما على باليش كيفاش نتعامل معاك، نتعامل معاك بلغه العصبيه. هنا سيدتي الام نقدر احساسك وشعورك، ونقول لك بلي اكيد انت ماجوره، انه انت راح اكيد حاجه الاولى انك تادوني لا في، انك مديتي الحياه، وانك اكيد رحبتي بهذا الطفل ولا الطفله، يعني ابنائك كلهم يعني انتيا راكي فرحانه بهم، وانتي ما كاش ام ولا يعني ما تتمناش انه ابنها تشوفه في اعلى واحسن المراتب، وان تكون يكون ابن ولا بنت تكون صالحه وابن صالح، وتشوفه يعني تسيد الرجال ولا طفلات بنتها تشوفها بنت ونص، يعني تشوفها مرا صالحه ومرا ونص. دونك انتيا اكيد راكي تحبي غير الخير، وما كاش ام اللي تحب الشر لاولادها. دونك خاصه التربيه تعمل دور كبير، لانه راح يكون جيل وراح يكون يعني يعمل دور كبير في المجتمع، وان شاء الله يكون ولادنا ولادكم صالحين. دونك حبيت نقول لك بلي سيدتي وانساتي في هذا المومون تكوني اون كولير، تكوني عصبيه كثير، تكوني مقلقه، وتكوني حتخرجي عن السيطره. فهذا لازم انك تتحكمي في اعصابك، وتكون عندك تحاولي انك ما تخليش الاعصاب ديالك يعني يتفوقوا عليك، وانك تكوني يعني تعرفي كيفاش تتعاملي مع القلق نتاعك. وبهذا لما تكوني يعني خارجه راح تخرجي عن السيطره. فلازم لك اكيد لا كولير. شحال من الاب والام مرضوهم ولادهم، كاين اللي طلعوا لهم السكر، كاين اللي داروا له لا طونسيون، كاين ولا صغار ولا كبار، حتى اللي كبار يعني شوفوا وليدهم ولا بنتهم ربما طلق. فاكيد شحال من ام ولات يعني شافت وليدها ولا بنتها طلق ومرضت ربما لا طونسيون، تشرب لا طونسيون دوا تاع لا طونسيون افي، على جال ربما الابن اللي ما قبلتش انه يطلق، ولا البنت
انه شافت انه الابن بزاف سوا الحكايات في هذه الدنيا، يعني سما سوا كبار سوا صغار، لانه بور نو با باش الانسان ما يتحملش كامل هذوك العواقب وكامل هذوك المشاكل، فالتربيه من الصغر تدخل. سي تري امبورطون انه الطفل الاب او الام يتحكم في وليده ولا بنته، انه يربيهم احسن تربيه هكذا باش الثمره لما تكبر تكون يعني ثمره تكون يعني elle est bonne voilà tu as un bon fruit et le produit est bio كما يقولوا. انا هذا فقط مثال، فعلى هذيك نقول الله يحسن العون، دائما نقول الله يحسن الله يسمح لنا من الوالدين كما يقولوا وبالوالدين احسانا، ولا تنهرهما ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم امين، ربي يشدكم في الاعزاز والوالدين وجميع اللي يماه وباباه متوفي ربي يرحمهم، واللي جميع اللي راهم عايشين ربي طولهم في عمرهم، ان شاء الله يكتب لهم ربي العمره ومكه والحج ان شاء الله، وتهلاو في الوالدين ولا ما شفتوهمش راهم مش معاكم تهلاو فيهم وتكلموا معاهم وما تنسوهمش. على هذيك سيدتي وانستي لما تكوني اون كولير لازم عليك انك واش ديري، لازمك ديشارجي هذيك لا كولير، لازم لك ديشارجيها اوبليجي، لازم باسكو انتيا سينو تتقلقي تمرضي. دونك واش ديري، لازم تخمم شويه على روحك، ما تهمش غير على ولادك، لازم انت ما تقلقيش روحك لهذيك الدرجه نتاع وين تطيحي تمرضي وتروحي فيها. دونك حاجه الاولى اللي تنصح بها هذه خبيره تربيه الاطفال والطبيبه النفسانيه اللي هي اي تقول لك باللي لازم tu respires tu prends un souffle هكذا tu prends un souffle vraiment انت مع روحك، غير انت مع روحك هكذا فوالا. دونك باش تتنهدي تاخذي تنهيده فوالا، هذاك الاتزان العقلي فوالا. سي تري تري امبورطون يا البنات، لانه تنصح بها كامل خبراء والاطباء النفسانيين يقولوا بلي هذه التنهيده تاع فيها بزاف اسرار، انك ديجاجي باش ترخي اعصابك وباش بوغ سو ديكونتراكتي وباش ترزني روحك وتقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، باسكو لا فرانشمون فوالا. دونك الغضب واعوذ بالله من الغضب. دونك ولا تبدلي لا بياس، يعني تو شونج لا شامبر، تكوني في شامبره ولا تكوني في صالون وين يكون متواجد الحس، انت تبدلي تكون روحي للصالون، ولا يكونوا هما متواجدين في لا شامبر انت تروحي، الا كان وليدك ولا بنتك في لا شامبر تبدلي لا بياس، روحي الكوزينه تشربي شويه ما بارد ولا شويه غازوز ولا المهم لا قدرتي تشربي هذا الا قدرتي تشربي، ولا تنفسي من تاغ تفتحي تاقه تو ريسبير، ومن بعد بيان سور ولا ومن بعد عاودي ولي نقطه البدايه ومن كنتي تهضري، ومن بعد تعاودي تجبدي ومنين بديتي تهضري تعاودي تكملي فاش كنتي تهضري تشرحي لوليدك ولا بنتك وتفهميهم، وفما تكوني ديجا ديشارجيتي هذيك لا بريسيون تاع القلق والغضب والعوذ بالله من الغضب وهذاك لي نيرفومون هذاك القلق، تكوني ديجا صلحتي هذاك لا بريسيون هذيك فوالا، تكوني بيان تكوني انتيا راكي واجده باش تتكلمي بلا الغضب بلا قلق فوالا، تكوني ديشارجيتي هذيك لا بريسيون هذاك هذاك الغضب هذاك الضغط تكوني يعني صلحتيه، تا ريسبيري تا شانجي لا بيس دونك تا بري ان سوفل تو ريفيان لا او تي تي تو ريبرون لا ديسكوسيون. يا الام الا ما قدرتيش وخرجتي عن السيطره وسمعتي وشفتي باللي وليدك هذا ما يسمعلكش ويدخل في تجادل كبير معاك وباللي خلاص راكي راح يمرضك هذا وليدك ولا بنتك، واش ديري؟ يبا قولي لوليدك هذا هضري معاه، لازم انت الدوره نتاعك هنا واش تقولي له؟ تقولي له لازم تعلمي وليدك تقولي له باللي اواه انا ما قدرتلكش، لازم لك هكذا، لازم يتدخل الزوج نتاعك سيدتي والاب باش يحل المشكل وباش يدخل في هذا الوضعيه، باش بيان سور الطقس اللي كان اوراجو باش كان السحاب والحال اللي يكون مسحب وكان فيه الزوبعه والشتاء والرعده وكلش، دوك يجي الاب باش بيان سور شغل كيفاش يلعب اللعب نتاعو باش يحاول انه لا تمبيراتور يسي كيفاش الجو يعدلوا شويه يسي كيفاش يعني يرجع شويه الجو يخدم شويه خدمته فوالا. اذا نتوما كنتوا في زوج حابين هذا الطفل ولا هذه الطفله، الوغ دوكا لازم تكونوا في زوج باش هذا الطفل اللي ما قدرتولوش ولا هذا الطفل اللي ما قدرتولهاش لازم تكونوا في زوج باش تربوه، يعني ماشي الام وحدها هي اللي تبخ البخون
يدي وحده ما تصفق كما حنا نقولوا. دونك لازم الاب والام في زوج يكونوا في كلمه واحده ويتمشوا في كلمه واحده. لاخاطش الا كانوا شافوا الام والاب متدابزين وما تشي متفاهمين، هنا طفله ولا طفل يبهنا وين يبروفيتو لوكازيون باش يسلوا خيوطهم، و بيان سور باش يديروا رايهم. و فوالا، دونك هذه هي. سير كاين بزاف الاباء او الوالدين ناحيه الام او الاب انهم من خلال ابنائهم وخاصه في سن المراهقه، انه الطفل راه يعني يكون هناك هرمونات، يكون هناك شونجمون، ويكون الطفل يحس روحو انه كما يقول لك يحس روحو انه ولا راجل، ولا يعني يشعر بالرجوله، ولا يحب يكوموندي، يحب هو هدرتو لي تمشي في الدار، ولا الطفله تحس روحها هي اللي مولاتي وهي اللي مولات الدار وهي اللي تكوموندي وهي اللي تقول كلمتي هذه هي وهذه هي هدرتي وانا يا مولات الشيء كلش. دونك دونك باش نقول لك بلي كانوا فيها المشاكل بزاف، وما كاش دار اللي ما كاش فيها المشاكل، والاطفال راهم صعاب. يعني حيره في هذوك اللي يديروا سته واللي يديروا سبعه والله العظيم. دونك وحتى اللي كانوا بكري يديروا عشره. دونك الناس بكري نقولوا بلي ما كانش كاين لي بريكوسيون، وكان ما كانش كاين على سيرفيونس، وما كانش كاين اوسي ما كانش كاين بورتون ما كانش كاين الامكانيات كيما دوكا. دوكا كاين بزاف امكانيات اللي يساعدوا، ودوكا الوقت اللي ولا واعر مع بزاف هذو اللي دخلوا التكنولوجيا وكلش. دونك صعب الوقت على بكري. بكري كان بكري صح وقت زين وكل وقت شباب وكلش، مي دوكا طغات ولا الدراري هما اللي جا جيل اللي صعيب. لا فيغيتي صعيب تاع لون 2000 هذوك ال 2000 وكلش. يعني كل احتراماتي بصح صح كاين فئه وفئه. دونك ولكن الجيل تاع السنا والعصرنا جيل جيل واعر. كامل لي بارون بيان سور يعيشوا، ويعني يعيشوا واحد المرحله اللي تكون شويه يعني صعيبه، يعني بعد العسر يسر ان شاء الله باذن الله. دونك وباش نديباسو المشاكل نتاعكم، واش لازم نقدر ننصح ببسيكولوج، تقدروا ديروا لوليدكم ولا بنتكم تشوفوا لهم بسيكولوج. ماهوش عيب انه بسيكولوج لي زاريير بونسي او اللي ما عندهم الافكار يعني سلبيه جدا وماشي متحضرين ومثقفين، ما عندهمش هذيك الثقافه نتاع بسيكولوج او طبيبه او الخبيره النفسانيه، اللي هو اكيد راح يعاون بزاف يشوف المشكل نتاع الطفل هذا وشنو هو والطفله هذه. فهنا يروحوا لوريجين دو بروبليم او ايفون ديكودي المشكل، يشوفوا منين جاي وعلاش جا وكتاش خلق، ومنا يبقاو يحوسوا شو الحلول. انه لا بسيكولوجي تاع الطفل او لي سونتيمون سي امبورطون. دونك مليح يعني ننصح انه الجميع اللي عنده اب والام تكون عندها بنتها ولا وليدها يمر في مرحله صعيبه، والاب والام يبيغ لو ريبير ما يقدروا يديروا والو، ننصحكم انكم تشوفوا اخصائي نفساني، ويكون اكيد عنده مهنه تاعو وهي يعني سون ميتيي، وراح يعاونكم بزاف وراح تلقاو وتشوفوا توصلوا للنتيجه ان شاء الله اللي هو الحل. وراح اكيد من بعد سي باساجير بيان سور، راح تجوزوا عليها هذه المرحله وراح تخرجوا يعني فرحانين بروحكم انكم انجاز عملتوا انجاز، انكم عاونتوا ساعدتوا روحكم وخففتوا على روحكم، وانكم اكيد عاونتوا وليدكم انه عطيتوا له مفتاح السعاده، انه فما يلقى شكون يسقسيه، وهذيك لا بسيكولوج او الطبيبه النفسانيه راح تسقسيه، راح تدخل معاه في حوار، وانه بدي يخرج في الحفايس هذوك المشاكل والهضره. دونك يفا ديجاجي يفا بارلي يفا سيكسبريمي، يعني يشرح ويتكلم ويخرج من يتكلم، لانه الكلام سي تري امبورطون دو بارلي، سي امبورطون دو بارلي لا كومونيكاسيون. دونك فوالا، ما تكفيش ربما تكلم مع الاب والام، فخبيره نفسانيه سي تري امبورطون. دونك ما تحشموش انكم تدوا ولادكم لاطباء نفسانيين، لانه ما هو عيب ما هو حرام، العكس هو راح تنجحي انت انك تخفي من ربما الثقل عليك وعلى الوالد، وانكم انتم الوالدين، وراح تتحسن المعيشه نتاعكم والحاله النفسيه نتاع كامل العائله. نصيحه ذهبيه انكم كيما راكم عايشين كامل تحت سقف واحد، انكم عائله او اسره بنيتوها، الاب والام هما اللي كانوا حابين هذا الطفل والطفله وهذو العائله بنوا الاسره، ولو عندهم اطفال دوكا لازم الاب والام يتدخلوا كي يكونوا مشاكل، ماشي الام وحدها تتدخل والاب ما يدخلش. لازم الام لما تحير كيفاش تدير وتلقى روحها فايته ما تلقى دير والو، تعيط لراجلها باش يعاونها، ولازم ما تكونش يعني هكذا الاب يقول وي والام تقول نو، يبقى الطفل وي نو ما يفهمش، لازم يا وي يا وي يا نو، يا وي يا نو. دونك يا وي يا نو، فهموا روحكم.
دونك فوالا ماشي بابا نقدر نروح نلعب شويه في البارك، الام تقول وي وليدي اخرج، وبابا يقول لا لا قلت لك موبيله ما تخرجش، اما لا الام تولي تقول له اه صح قال لك باباك ما تخرجش، يولي الطفل يتنرفا كيفاش بابا قال لي ما تخرجش وماما قالت لي خرج، يبقى هنايا تولي ف الزردة. اكيد واحد مهما يكون في المرحله العمريه اللي يكون فيها سواء كبير سواء صغير ما يحبش يعني واحد يمبوزي عليه ويقول له هذا ممنوع وهذا انتردي وعندك حدود ولازم تتجاوزهم ولازم هذه ولازم هذه، سي با تري زاغريابل، ماشي حاجه يعني اللي تكون تفرح ولا تسعد الشخص. كامل نحبوا حريه شخصيه والانسان لازم يعيش حياته هو اللي يعني يتحكم في شخصيته في نفسيته فوالا. دونك لما خاصة الطفل يكون صغير ولازم لما الأم والأب يقولوا له هذه انتقدي وهذه ممنوع وهذه، أكيد راح ما يعجبوش الحال، راح يشوفها شغل كلي راكي ضده، ها يشوف كلي راكي ضده. دونك لازم الأب والأم لازم يديروا اكزارسيس على هذه، لازم يتمرنوا، ها لازم يوفروا روحهم ويتعودوا نفسهم انهم يكونوا يعرفوا كيفاش يمدوا لا بونيسيون او العقوبه للطفل، كيفاش يتحمل العقوبه وكيفاش يقبل هذا اذا ما كانش يحترم اكيد لي ريغلومون تاع الدار وما كانش يعني ريسبكتي. لازم الطفل يريسبكتي، وبهذا الى ريسبكت الطفل واحترم وقادر وفهم واش معناتها ممنوع وإلى أبليكي يا وما ما حش تدي له عقوبة أكيد، لأنه راح احترمك، إذا ما كان احترمش واش أنتي تفرضي عليه كعقوبة. لازم تختاري أكيد العقوبة اللي تكون ماشي عقوبة يعني ما تظلميش وليدك ولا بنتك. دونك هذه هي بلا ما الإنسان يعني يديباسي فوالا، لازم تكون المقدرة أو قدرات الأب أو الأم تكون عندهم يعني مستوى مستوى يكون سافوار، يعني يعرفوا كيفاش يعاقبوا وليدهم، وتكون طريقة يعني حضارية جدا، ماشي بالضرب وماشي بالسبان وماشي بحاجة اللي تخلي مارة في الطفل وتخليه حتى ربما يولي كي يكبر يكون عنده يعني دوسي نواغ ويكون عنده أرشيف كحل في راسه ويتفكر غير دائما ذكريات سيئه واللي يجبد عليهم ويولي دائما يحفر في لا ميموار نتاعو، وبدا يتفكر هذا بابا واش دار لي وهذه ما واش دارت لي، وكانوا يضربوني بالسبته وكانوا يذبحوا وكانوا يعلقوني وكانوا يربطوني وكانوا يقولوا لي وكانوا كانوا 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 كان باش نحسوا ان وليدنا رانا نحميو فيه ورانا نخافوا عليه. اون بروتيج اي اون سيكوريز نوتر انفون، لازم الطفل لازم له لا سيكوريتي، لازم له الحمايه، وباش نحموه نخافوا عليه حنا كوالدين، فما نخلوش يدير كلش واش يحب. دونك ما راناش في غابه، ما ناش حيوانات، احنا بشر عباد عندنا تدخل في كل مجتمع وعندنا اكيد الدين ويدخل التربيه ويكون الاخلاق و بيان سور سي امبورطون بويسك بيان ايفيدامون حنا كبشر عندنا عقل ونمشو بالعقل نتاعنا، وكاين صوالح نديروهم كاين صوالح ما نديروهمش، كاين صوالح نتقبلوهم كاين صوالح ما نتقبلوهمش، وكاين ريتم وكاين سيستم وكاين صوالح في هذا يعني في العائله. لازم نربو ولدنا باسكو الا خليناه وسمح لنا وعطينا له كامل الحريه يبقى طفل اللي يولي يحس روحو فار، يولي يحس روحو عنده كامل الحريه، دونك يولي يعرف يدير واش يحب، ما عندوش لي ليميت، يكسر يلوح يطبع يخسر يعاير. دونك هذه هي، دونك باش ديري له لي ليميت يولي الطفل يعرف قدره ويولي يفهم واللي فوالا يتربى واللي انسان يقولوا عليه الناس ما شاء الله تبارك الله. فوالا الا الوالدين ربما ناحيه الام وربما ناحيه الاب وربما من ناحيتين انهم عاشوا في واحد ربما محيط او واحد لونتوراج اللي ربما كانوا محرومين، هذو الاب او الام ربما كانوا ربما الاب كان محروم ولا الام كانت محرومه ربما من صوالح بزاف في صغرها، وهذاك الشيء كامل لما يكون عندهم طفل او طفله فيحبوا يخلفوا في وليدهم انهم يردوه لو غوا لو بتي غوا ولا لو بتي برانس، انهم يوفروا له كل شيء يعني ماديا معنويا وحاجه اللي يحبها حاضر وكل حاجه وي وي نعم نعم. ولكن هذا خطا كبير كبير كبير، انه كل واحد يعني
الام والاب ما لازمش يقاتوا بزاف في اولادهم لدرجه وين يولي يعني يدخل في حاله مرضيه، انه ربما يشتروا له حوايج دائما لوكس ودائما الماركه ودائما حاجه جديده، حتى الطفل ما يوليش يحس للعيد. ربما لما تشري له كلش دائما صباط جديد، قاش جديد، تريكو جديد، كلش جديد، ويولي الطفل لما نجي العيد وتلبسوا له ولا تشروا له حوايج تاع العيد ما يحش وشنو هو الذوق، ما يوليش عنده ذوق، ما يوليش عنده البنه، ما يوليش عنده هذيك السعاده تاع انا شريت انا فرحان، هذيك السعاده تولي خلاص، يولي خلاص عنده هو عنده الكلمه ويقدر يقول لك لا لا، باش انت تولي يتحصل على نعم، باش انت كيقول لك هذيك الشيء لا لا تقولي له انت اه وليدي، وهذا ماشي حاجه مليحه بيان سور، هذا العكس، انه يولي الطفل هو اللي يحكم بحكامه، يولي خشن راسه بزاف، وبيان سور سورتو دراري صغار صغار اللي عندهم 3 سنين وتشرو لهم واش يحبوا وكيما يحبوا. دونك لا لا، لازم الواحد يزير وليدو حتى في عمره 3 سنين لازم يتزير، ولازم يعرف بلاصتو، وماشي كلش اه، لازم الاب او الام يقولوا كي لا لا سيك لا لا. والملاحظه والنصيحه والارشادات والتوجيهات العزي اكيد الكلمات من ذهب، ونصائح اللي راح نهضر على اكيد لسان الطبيبه النفسانيه البسيكولوجيه وخبيره الاطفال. دوكا راني رايحه نعطي لكم نصائح من الكتاب نتاعها بيان سور اللي قريته وبحثت فيه، واكيد اللي عجبني بزاف بزاف واللي ننصح اكيد به، اللي هو مفتاح السعاده لكل الوالدين والاطفال، كثير من يربحوا السعاده النفسيه، انه العقوبه هي ثقل ثقل يعني بالنسبه للطفل، هو حاجه ثقيله بزاف، انه ديري فوق عاتقه او كلي حاس يرافد جبل فوق ظهره، ولا عطيتي له حاجه ثقيله عليه راه شغل متحملها بالسيف، شغل دوك العقوبه ماشي حاجه زعما اغريابل سي با كيك شوز، مش عطيتي له حاجه حلوه ولا ضحكتي معاه ولا، العقوبه ما راحش يتقبلها الطفل. فالوالدين باش يعاقبوه هما اصلا يحنوا يعني ما يحبوش زعما يعاقبوا، ولكن العقوبه نقول لك الضرب ما يدير والو، الضرب بين الحيوان لغه الحيوانات انا نسميها الضرب لغه الحيوانات، وصح ضرب يوجع وكلش ومنها بصح ما راح يعاود ويزيد يدير بيغ، يعني الطفل لما تعذبيه تضربيه راح من فم يزيد يشحن باش يزيد ينتقم ويزيد يعني يزيد يعاود يخلف اضعاف مضاعفه مور ظهرك، زعما زيد ماشي تربى يزيد يحقد يزيد ربي له يعني الحقد. دونك ما ننصحش بالضرب، لان الضرب تاع الحيوانات ماشي تاع البشر اللي ربي ميزنا بالعقل. لي مناس او التحذيرات نقدر نقول لك باللي عندها ان سارتان تيرم، يعني عندها وين وقت ما تقدريش تزيدي تبقاي تهضري تعياي تهضري تهضري تهضري، يجي نهار وين تعيا ينشف ريقك وانت تهضري وتوصي مي سي امبورطون باش تبقاي تعاودي له وليدك وتنصحي فيه، باسكو تبقى في راسو بصح باش تبقاي جايبتها موراه وانت تحذري فيه والاخر ما نصائح وي، بصح باش تبقاي تقولي له والله ندير لك هكذا وندير لك هكذا، يفو بخاتي ابليكي لازم تبقي واش راكي تقولي، باسكو كيما رانا نشوفو القتال ولا السراق يدوه للحبس، دونك عقوبه، هذا هو المجتمع يدي الجزاء نتاعو العقاب نتاعو، دونك الطفل تقدري تعاقبيه بهذه الطريقه انك ما تعطيلوش دراهم باش ياكل مع صحابو ربما في الغيستو، ربما تقولي له ما نشريكش هذيك الباسكيت لا كميت عليها وراك حبها على خاطرش هذه هي العقوبه، لازم التوبيه ولا التوبيه بنتك، لازم تفهم انه هي دارت ولا دار حاجه سواء لازم باش يتربى لازم العقوبه بيان سور. دونك هذه هي العقوبه لازم تطبق، العقوبه ما لازمش تكون الضرب وما لازمش تكون معايير، ولازم تكون عقوبه تكون عادله وما لازمش نظلم اولادنا، هذه هي، ولازم الانسان يكون عنده قدرات، لازم الاب والام الوالدين يكون عندهم قدرات ويمشيو في كلمه واحده، وهذه هي، وربي يعاوننا ويعاونكم على الزمان وما يكبر راس حتى شي براس، وهذه هي ان شاء الله نكون افدتك سيدتي وانستي اللي مقبله على الزواج ولا حيولوا عندك ولادك، واش دير روحك لي كوش لي بيبغون وترفدي وتفرحي به وتشري له الحوايج صاوي ان شاء الله، وتفرحي وتكوني اسعد زوجه واسعد ام في العالم، ولكن التربيه سيدتي وانستي واحد ما راه رايح بيان سور يفلت منها، لانه الدراري يبداو يكبروا يبداو يحبوا هما يحكموا وفوالا. دونك لما تعاقبي وليدك ولا بنتك وتخلص العقوبه، لما تقولي له روح قدام الحيط هذاك وتقعد واحد نقدر نقول واحد 10 دقائق وانت واقف
بلا ما تدور راسك فوالا تبقى فما حتى من بعد ماشي مسكين وليدك لازم صح تحني عليه كي تشوفيه باللي احترم العقوبه. انت روحي من جهه وليدك وقولي له خلاص راني سي بون راني رفعت عليك العقوبه ودوكا تقدر تعاود تولي البلاستيك بصح باش تعاودها تكون كان تعاودها تعاود تولي البلاستيك تتعاقب مره ثانيه هكذا باش يديرها في راسه ويفهم. وهذه اكيد داخله في التربيه الأخصائية النفسية تحذر وتقول لكم باللي ما لازم إلا حبيتي تعاقبي وليدك ما تعاقبيهش بالماكل في الماكلة وما تعاقبيهش في الرقاد مثلا ما تقوليلوش كل بالسيف وروح ترقد بالسيف هذه ممنوع ماشي حاجة مليحة ماشي جايزة وثان ماشي مليحة وتحذر منها الأخصائية النفسانية وتقول لك كذلك ما لازمش تقوليله ولا تقوليله ما تاكلش وروح ترقد بالسيف هذه ثان ما تنحيلوش الماكلة ما تقوليلوش ما تاكلش تقعد للشر هذه راهي حرام وراهي ماشي جايزه وماشي مليح وما تقوليلوش كل بالسيف باسكو ما تقدريش توكلي بنادم بالسيف تقدري تقيه وما تقوليلوش روح ترقد بالسيف تقدري تقولي له في وقت فلاني روح لا شومبر تاعك ودخل وابقى عاد اكيد يرقد الا ما رقدش ساعه من بعد ساعه ونص يولي يرقد المهم قولي له روح لفلاشك بلاكي قدام صحابو وليدك ولا بنتك قدام كامل صحاباتها تروحي تبهدليها وتغسليها ديريها كي نشاف وتغسليها وتبهدليها قدام صحاباتها ولا هو قدام صحابو وتعيريها وتخرجي كامل كما تقولوا تغسلي لو لانش سال ما عندها الحوايج المسخين قدام صحابو وصحاباتها جامي تعيري وليدك ولا بنتك قدام صحابو ولا صحاباتها لخاطرش هذه تبهديله مش راح تعاونك وتساعدك والعكس راحين يتمسخروا راحين يستهزوا به وراح بيان سور تنقصي من ثقه في النفس في وليدك ولا بنتك وراح بيان سور راح يشوفوك عيانه وراح يشوفو عيان دونك ما تنصحش خبيره النفسانيه بهذا الصوالح لانه ماش راح يعلمو درس من خلال العكس راح تبهدلي روحك وتبهدلي وليدك ولا بنتك دونك الا حبيتي تربي وليدك ربيه في الدار وريلو في الدار وفهمي في الدار وماشي قدام صحابو توري زعما ويد ما انت ما تقولي لها بلي انتيا هاك وهاك وانت هاك وهاك دونك تحاولي انك كلش بالعقل ماشي بال والتربيه الصحيحه نقول لك الحب حب الابن والبنت حبك لابنائك سيداتي وانستي المقبله على الزواج وراح تولي عندك ان شاء الله ان شاء الله ربي يرزق ويفرح جميع الناس راهم يتمناو ربي يحقق لهم امانيهم ان شاء الله ويرزقهم بالاطفال ان شاء الله يكونوا صالحين وذريه صالحه ان شاء الله ونقول لك باللي الحب هو اكيد ما يتشراش بالمال انك تحبي وليدك وبنتك ولا العكس انه الابن يحب يماه وباباه ولا ولا البنت تحب يماها وباباها الحب ما يتشراش بالمال نقول لكم نحيدوا ان شاء الله فوالا نقول لكم ان شاء الله تكونوا نعيشوا كامل في سعاده مع ولادنا وتهلاو بزاف في ولادكم والتربيه الصحيحه ان شاء الله استناوني في مواضيع اخرى ان شاء الله راني رايحه نشوف الموضوع اللي راح ان شاء الله يكون خير نتوما معايا بيان سور الى عجبكم كاش موضوع وانا نشوف هذا الكتاب ان شاء الله الى شفت كاش موضوع اللي نتوما اقتراحاتكم وطلباتكم وان شاء الله نكون في المستوى ما تبخلوش عليها باللايك ان شاء الله تعجبكم هذا الفيديو والى اللقاء.